قول لي الزمان ارجع يا زمان. مفيش حاجة بتروح بترجع تاني، واللي بيتغير بيفضل على حاله. أنا ما كنتش بعرف أبص في الموبايل ولا أقلب في البرامج بتاعته ولا بفهم في أي حاجة من الفيديوهات والتيك توكات. كنت برفض إن بنتي تطلق وشها كده لكل اللي رايح واللي جاي على النت يشوفها. بقى كل الناس بتجيب في سيرتي وكل الناس عارفاني وبيعملوا عليا فيديوهات وترندات. ممكن يكون اللي حصل من مصلحتك ومصلحة اللي زيك علشان ما يفضلوش ساكتين. مفيش مصلحة ملهاش تمن. أنا كان نفسي أكمل حياتي عادي في الظل، محدش يعرفني ولا يسمع عني حاجة. أكمل مع أبغاني ودنيا وأكبرها وتتخرج من الجامعة وأشوفها عروسة عادي زي كل الناس. هو ده كتير.